لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي هلال دليمي. أهلا بكم سيد هلال. حياكم الله على المسار. أستاذ هلال، ما هي المرجعية الدستورية والسياسية التي تم الاعتماد عليها في إبقاء البرلمان في جلسة مفتوحة حتى 15 من الشهر الجاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى وبعد. أولا، لا توجد هناك مرجعية قانونية حقيقية في العراق بشكل عام، ولكن هذه تعتمد على القرارات الداخلية التي تتخذ من قبل البرلمان او المحكمه الاتحاديه في قضايا الجلسه المفتوحه. هناك اعتقد تحديدات لا تتجاوز 3 ايام للجلسات المفتوحه، هناك تشريعات حتى تخص هذا الامر، ولكن لا يهمنا حقيقه في هذا الامر. نعم، ان كانت الجلسه مفتوحه او مغلقه او تنتهي في اجل محدد، ولكن ما يهمنا هو ان الجميع الذين اشتركوا في هذه العمليه السياسيه التي أسس قواعدها المحتل الأمريكي وبقبلة صادر أصبحت اليوم تتمحور حول محورين، المحور الأمريكي والمحور الإيراني، ولم نسمع بالمحور العراقي لحد منذ 2003 ولحد الآن، علما بأنني أؤمن تماما ويؤمن مع الشعب العراقي بنسبته 80% الذين رفضوا الانتخابات وهذه المهزلة، أن المحورين هما محور واحد، ومن أتى بإيران هي الولايات المتحدة الأمريكية. أما هذا، سنتحدث عن هذا النفوذ الأمريكي والإيراني، لكن قبل ذلك سيد هلال، أصدقاء الأمس أعداء اليوم، إلى أي مدى تنطبق هذه المقولة على جناحي حزب الدعوة بين المالكي والعبادي؟ أختي الكريمة، أن هذه السياسة سياسة المصالح، الكل تحت قبة البرلمان مسمى بين هلالين عراقي تجمعهم المصلحة والولاء المزدوج. العبادي يمتلك ولاء مزدوج للولايات المتحدة الأمريكية والإيران، وحزب الدعوة حزب إيران بامتياز، لكن من أتى به إلى سلطة الحكم ووضع له الدستور وأعانه عسكريا وسياسيا هو الولايات المتحدة الأمريكية، وليس إيران بالدرجة الأولى. فبالتالي هذا الخلاف على السطح هو خلاف على المناصب والمكاسب، وهذا ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لان العميل والدليل الاجنبي حقيقه لا ينظر الى المصلحه الوطنيه ولا المصلحه الدينيه ولا المصلحه حتى الحزبيه الذي ينتمي اليها، لانه باع ضميره وباع نفسه للشيطان ابتداء. فبالتالي الصراع الان صراع مصالح، ولنفهم ايضا ان حزب الدعوه ينتهي السياسه، ليس حزب الدعوه بمفرده ولكن كل الاحزاب التي اتت مع المحتل ينتهي. نعم تفريق الاشخاص والمسميات على كتل متناحره ظاهرها وباطنها متفق تماما على الاستراتيجيه الاساسيه التي هي تعتمد على نهب حراس الشعب العراقي، اذلال الشعب العراقي تماما. في هذا السياق، بالحديث عن هذا الواقع العراقي الذي يئن اليوم في البصرة بعد هذه الأنباء التي وصلت أن أعداد المتظاهرين القتلى وصل إلى 6 بالإضافة إلى جرحى، أيضا يطالبون بأبسط الحقوق لتوفيرها في هذه المحافظة وفي باقي المحافظات العراقية، والصراع الآن يكمن على الكتلة الكبرى الذي ربما قد يعكس صراعا أكبر بين الفاعلين الحقيقيين، كما أشرت في بداية هذا اللقاء عن الدورين الأمريكي والإيراني في العراق. ما يجري في العراق الآن حقيقة، كل الموجودين على الساحة المسمى سياسية هم حقيقة أدوات بيد الأجنبي، سواء كان أمريكي أو إيراني، لم يفرق. هذا الشعب العراقي لم ينتبه لهذا الشعب. الكتلة الأكبر أو بين حقيقة هي الكتلة الأكبر بين قوسين، ولكن هي المصيبة الأكبر، لأنه أيهما يسلم رئاسة البرلمان أو الهيمنة على الشعب العراقي سوف يكون ضرره الواضح مستمر على ما قبل 2000 من 2003 لحد الان. هذا الضرر الذي لحق اهل البصره ولحق اهل الانبار، والتدمير القائم في كل مكان، تدمير 6 مدن العراق وادخال الميليشيات من كل حدب وصوب. القضيه الاخرى اكثر اهميه اختي الكريمه، بانه
الشعب العراقي رافض لهذه العملية السياسية بأمته. الآن ما هي دور ما هو دور الذين كانوا يدعون الوطنية الذين التحقوا برفض العمالة ورفض إيران ليكتشف الكثيرين بأنهم كانوا مخدوعين بمسميات الوطنية التي يختبرون خلفها. البصرة سائرة من أجل أبسط حقوق الإنسان وهي متطلبات ديمومة الحياة وليست الحياة الحرة الكريمة، الماء الصالح للشرب والمتطلبات إقامة الكهرباء وخدمة المحافظة. نعم. ما خرجوا من أجل أشياء كثيرة ولا طالبوا بطرد الأحزاب ولكن طالبوا بمطالب أي شعب في العالم يتمتع بها. والبصرة حقيقة كأنه منذ فترة طويلة ومعها كل جنوب العراق، لكن عندما سارت البصرة وكشفت عورات كل الذين كانوا يدعون بقيادات المجرب لا يجرب والمعممين والمراجع وكل هذه المسميات التي كانت تختبئ خلف الدين وخلف المذهب وخلف نصرة المذهب، الآن بان ولاؤها لمن ولمن تنتصر. هذا هو أشكرك. الخطير الخطير بالمتظاهرين الآن يحتجزون المتظاهرين ويطلقون عليهم الغازات المسيلة للدموع ويمنعونهم من الخروج، وهذا الفيديو الذي نشر اليوم أو الأمس على هذه التصرفات من قبل جلاوزة السلطة في بغداد. الصراع مختدم حقيقة بينهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي الشعب العراقي من شرورهم لأن كلهم شر ليس فيهم خير، وكل من ينتمي إلى هذه العملية السياسية التي جعلت من المواطن العراقي أداة للقتل والتنكيل والإذلال ونهب الخيرات وهم حقيقة يتقون بالمناصب والمكاسب، والشعب العراقي ينحدر بهذا المستوى الذليل الذي يتبرع لنا دول الجوار التي ليس فيها لا نهرين ولا فيها نفط ولا فيها تتبرع ذات الماء وتبرع من الكهرباء، وهم حقيقة ألهوا الشعب العراقي بقضية الطائفية وتفرغوا لنهبه وقتله وإرداده بهذا الشكل المهين حقيقة. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي هلال دليمي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.